Ехал. شوني ما مسجع خالد باشي کردستانه و هر وها اندام کمتین کمانه کمتینی 17 میلیون کسی بو پاراستنی شنوارو کلپوری شارستانی کردستانی گوره که تا استا 17 میلیون کرد لسر هیچ شده که کونه بوون که امرو داره که گوره میجویه توانی من 17 میلیون کرد لسر قضیه یکی گوره استراتیجی که کلتوری ملته که برس بطریر لویس ساکو اندامی ام کمفینه یا که تلیفونم بو کرد گود ایمه یکتر دناسین یکتر من دیوه و من پیشتر راپورتم لسر مسئله پاراستنی شوینوار آثار تراث دامت یونسکو و بو با اندام بناوی کنیسه کرکوکو سلیمانیه و ایما بخیرهاتنی دیکن بناوی کمپینه و ولی تلیفزیونیش او بخیرهاتنی پیروزبایی او که بو دبطریه که همو کندانی جهان بلاو مان کردوه دیانت مسیحی لکردستان لصده یکم میلادی دا بلاقو وقتی مار عده تداوز تلمیذی مسیح هاد بولای ملک ابجر لعرفا بو با مسیحی او جالوی هات ابو هولیر بقیداو اول کسبو لهولیر که بو با مسیحی دوای بقیدا لترسی تعذیب چو شاخکان حدیاب، جبال حدیاب، یعنی شاخکان حوله لوی مسیحیت بلاو کرد لکتایکان صده یکم میلادی دا
ما ادعی ایتر چوبو کرکوک لکرکوک چوبو سالیق پای تختی امپراتوریتی فرسی اشکالی پتابی او مارماری او جا لمنطقه کردستانی باکور لغرزان لارزون مسیحیتی بلاو کرد و کتابیکانی مارماری توماس و اکای لولاتی لمنطقه داسان یعنی بهدینان تا هکاری بلاوی کرد لمنطقه بابغیش بیت بغاش یعنی بیت میترا بله مسیحیتی بلاو کرد لمادای یعنی لمیدیا بلاو کرد لولاتی فارس بلاو کردن ابریشیه کاتی اسلام ها 300 بیر کنیسه لکردستان هبو لهمون او چکان کردستان حتی بیر لجر قندیل هیا حتی ابریشیه مسیحیتان ابریشیه ایتر تال لورستان هیا لمکسه هبو لبش اسلام لسنجار هبو لشهر زور هبو لکاتی کسرادا سروکی بطریر سروکی جاسلیق جاسلیقی کنیسه شرقی لقاتی کسرا سبری شوعی شهر زوری بو زور زانای مسیحی لکرد هستاون وگ جبرائیل شهر زوری عبدی شوع کردی و زور زانای دیگه ماربابای کبیر خلق گنده بینات لبوتان امان هموی لکردستان لهمون و شیک ابریشیه مسیحی لکردستان بلاو مسعودی لقرد ده میلادی دادالن عشیرت یعقوبی و جرقان لبین اونسلوچیای جودی دا دو عشیرت کردی مسیحی نه ایتل لباری مسیحیت کشون لکردستان بلاو بو زوری بلاو بو مثلا یک لبطل یرکان که شناوی شیرزاد بو کره مهروی خلق منطقه خلص بو بابطلیه ناوی خوی گوری با گیورگیز طبیعی سوریان دیانت مسیحی بلاو کرد لعالم مسیحی گهشت 100 میلیون و ادیشیر دلیل کتاب تاریخ کرد و آشور تا حدود سید مسیحی بونست 100 میلیون او 100 میلیون بیگو من سوریان نبونه چنکه سوریان ملت گیچکه بوا خریق تجارت بوا خریق علم بوا دیانت مسر فرشتی بلاو کردنی مسیحیت بوا لعالم سوریان یکان ایتر لهمو کردستان زانای زور گوره حتی لکرد لمسیحیتان بلاو بوا بلام استا اما داو حصه خومان بکن لمسیحیتانی ایستا ای او هم کرده بوه مسیحی کانین و لکوه هیا کانین چی بسر یان هم احنا نرید حصتنا من المسیحیه بین المسیحیین الموجودین حالیا فی کردستان سيدتي الجليلة السيدة العراقية الأولى جزيلة الاحترام السادة المسؤولين مع حفظ الألقاب إخوتي علماء دين المسلمين المحترمين أخواتي إخوتي سيدتي أشكرك جزيل الشكر على حضورك هذا الاستقبال ومنحك إيانا الدف في السليمانية الباردة كما أشكرك على التفات وقفتك المتعددة مع بناتك وأبنائك المتعلمين العراقيين وخصوصاً المسيحيين وكانت وقفتك مع العائلات المهجرة من بغداد أثر تفجير كنيسة سيدة النجاة وقفة تظهر شعورك الوالدي تجاه أولاء المتعلمين فنحن نشكرك جدا عليها وكذلك زيارتك لمطرانية الكردان في كركوك بعد
تفسير كنيسة العائلة المقدسة. أنت أظهرتي أن المناصب ما العظمة ما هي بالمناصب وإنما بالمواقف، وهذا سوف لا ينساه جميع المسيحيين. كما نشكر مواقف إمام جلال تجاه كل العراقيين، ونحن في روما أحببنا أن نزوره في برلين المستشفى، واتصلنا بالمستشفى لكن الأطباء منعوا الزيارات بسبب صحته، فذهبنا إلى السفارة العراقية لدى جمهورية إيطاليا وأيضا لدى دولة الفاتيكان، واطمأنينا عليه. وفي جميع كنائسنا في كركوك والسليمانية والعراق رفعنا الصلاة من أجل عودته سالما إلى العراق، بسبب أن العراق في هذا الظرف المعين بحاجة ماسة إليه. فكان إمام جلال بروحانيته وانفتاحه وعلاقاته ووقوفه على مسافة واحدة من جميع العراقيين، وبأيضا روح الدعابة التي يتمتع بها، كان صمام أمان للعراق. فنتمنى له الشفاء العاجل والعودة إلى العراق والاستمرار بمهمته كرئيسا لجمهورية العراق ولكل العراقيين. وفي هذه الفرصة أيضا نتقدم بالشكر العميق لفخامة رئيس إقليم كردستان الأستاذ مسعود برزاني، الذي أرسل برقية تهنئة إلي بهذه المناسبة، وكذلك أرسل وفد رفيع المستوى إلى مطار أربيل الدولي لاستقبالي إثر عودتي من الفاتيكان إلى الوطن. وأشكر كذلك سيادة الأستاذ قسطرة رسول الذي بعث برقية مهنئا إياي بهذه الرسالة الجديدة، والتي هي ثقيلة جدا على عاتقي. أشكر إقليم كردستان على احتضانه جميع العراقيين من جميع المكونات، خاصة العراقيين المتألمين من العنف في مدن ساخنة، واستقباله إياهم ومد يد المعونة إليهم، وهذا لن ينسى أبدا. أحيي أهل السليمانية، لقد أدهشتني مدينتكم بانفتاحها وأيضا قبولها للآخر، وهذا التنوع الممزوج إن كان إثنيا وإن كان دينيا وإن كان مذهبيا هو رائع، وأكيدا هذا يعود إلى أخلاق السليمانيين وأيضا إلى الإدارة الرشيدة في السليمانية بالانفتاح والتثاقف من أجل العيش المشترك وتطوير العيش المشترك والانفتاح على العالم كله. العالم اليوم هو قرية صغيرة، ويبين أن السليمانية هي مسباقين في الموضة والانفتاح، وهذا أكيدا يعني شيء بحاجة نحن إليه أمام كل الانغلاق والتخلف والتطرف. يعني هو فخر لأهل الكركوك والسليمانية أن يكون رئيس أساقفتهم اليوم هو باتريارك الكلدان في العالم. والباتريارك كلمة يونانية تعني أبعن، أنا يعني من أن كنت كاهن وبعد ذلك أسقف، واليوم أبعن، هذا يعني أنه أنا أبعن لكل الناس بغض النظر عن ديانتهم وقوميتهم وأيضا مذهبهم. أنا للمسيحي كما أنا للمسلم ولليزيدي وللصابية، من دون أي فروقات ومن دون أي استثناء، وأحمل للجميع المحبة والسلام والأخوة وأيضا الخدمة.
رجل الدين إن كان مسيحياً وإن كان أيضاً مسلماً هو للكل، هو ليس للمسلمين وحدهم وكذلك ليس للمسيحيين وحدهم، وهو يجب أن يجمع يوحد لا يبعد لا يقصي ولا يقسم. المحتاج والمتألم ليس بحاجة إلى هوية دينية أو قومية. يقول الإمام علي عليه السلام أن البشر فيهم نظراء في الخلق. بالدين نختلف، الدين لله والوطن للجميع، نحن أبناء هذه الأرض. ونحن إخوة وأخوات لبعضنا البعض، والقرآن الكريم يوصيكم بنا أقرب الناس مودة للذين آمنوا هم النصارى. وتاريخنا يشهد كم وقف النصارى مع المسلمين في فجر الإسلام وفي عصر العباسيين وإلى مجيء المغول. وأيضا في العراق الحديث كان للمسيحيين إسهام كبير في ثقافة وحضارة العراق. فحرام أن نسمع هنا وهناك أصوات ناشزة للفرقة للتنابر للتبعثر. اليوم نحن كلنا بحاجة أن نكون صف واحد وصوت واحد وقلب واحد. أتمنى من الكل أن يكون واحداً، أتمنى من الأكراد إن كانوا في بأحزاب مختلفة، معليش خلي يكونوا مختلفين لكن يكونون متحدين في قضية واحدة، في خدمتهم الواحدة، في انفتاحهم الواحد. واليوم بعد 20 سنة من نوع من الاستقرار والأمان والتقدم في كردستان، على كردستان مسؤولية كبيرة أيضا للحوار والانفتاح واحتضان الآخرين أيا كانوا. هاي رسالة، كردستان يحمل رسالة محبة وسلام لكل العراقيين، ليس فقط للأكراد وإنما للعرب والتركمان والمسيحيين واليزيديين والصابين. يعني أنا من موقعي اليوم بغداد وأيضاً بالعالم أعمل كل جهدي من أجل نشر ثقافة الحوار والمحبة والسلام، لأن من دون حوار لا توجد حياة. يعني السلاح، التدمير، الدماء، الخراب لا يأتي بنتيجة قطعاً، خاصة في هذا الوقت. كذلك الأخذ الطار والانتقام، وإنما الغفران والتسامح وأيضا التصالح هذا يأتي بالنتيجة. إن شاء الله سوف نتمكن مع أخوتنا علماء المسلمين وجميع الذين لهم إرادة صالحة أن نمد الجسور بين الجميع، بين كل مكونات الشعب العراقي، وأيضا تزول كل هذه الخطابات المتشنجة المتأججة، وإنما يكون هناك خطاب منفتح، خطاب يقبل الآخر، خطاب يدعو إلى السلام والاستقرار والمحبة. ونعمل يدا باليد من أجل ازدهار العراق، من أجل ازدهار أيضا قيم الحرية، قيم الديمقراطية، قيم العدالة. أنا سوف ألتزم بكل ما أتمكن مليء من إمكانيات، وأيضا مع كل الذين أتعاون معهم ألتزم الحوار، ألتزم أيضا كل معاني السلام والاستقرار، وأيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه القاعدة الذهبية التي علمنا إياها سيد المسيح وأيضا النبي المسلمين عليه الصلاة والسلام. أتمنى أنه لا يكون هناك نفور بين المسيحيين والمسلمين، لا فقط بالعراق ولكن أيضا بالمنطقة كلها. اليوم نحن بحاجة إلى أن نقف سد متين أمام كل الفتن، كل الأصوات التي تدعو إلى الاقتتال، أيضا إلى الفئوية، إلى المذهبية. يعني حرام، يكفي دماء،
يكفي خراب، يكفي أنه عادة الذين يدفعون الثمن هم أناس جدا أبرياء. أنا أعتقد اليوم العنف الاختتال هو خطيئة كبيرة، خطيئة نحن بالمسيحية نسميها خطيئة مميتة ضد الله وأيضا ضد البشر. مرة أخرى شكرا لكم، وأنا إذا أغادر كركوك والسليمانية أبدا جسمي يغادر لكن قلبي وروحي تبقى معكم، وإن شاء الله ما أترككم يتامى، سوف نختار خلف لي هنا للسليمانية والكركوك، يعمل مع الكل ويعتبر الكل ويواصل العلاقات مع جميع المكونات، مع السياسيين، مع الأحزاب، مع علماء الدين، حتى يكون أيضا هذا التوازن يتعمق ويتواصل مع الجميع. شكرا للأب أيمن ولجنة الكنيسة والأخ أستاذ خالد وكل الذين استقبلونا بحرارة، وأكيدا أعرف وجوههم ولا أريد أن أذكر كل اسم، إن اسمهم محفوظ في قلبي كما يقول سفر الرؤيا. So pass.